رجعنا مع حضراتكم طبعا والفنان الكبير احمد فهمي. احمد بنرحب بيك مره تانية، وكنا وقفنا عند انك كنت بتتفرج على اللعيبه، وان الانتخابات لما الكابتن صالح سليم نجح لازم كان الساعه 2 بالليل رجعت على النادي الاهلي عشان تتفرج عليه بس. الكوره بقى يعني لعبك الكوره، احنا عارفين في فنانين كتير كانوا بيلعبوا كوره، يعني نور الشريف كان بيلعب كوره، واحمد السقا كان بيلعب كوره، يعني في نجوم حماية اهلاوي برضو كان بيلعب كوره. طبعا طبعا في ناس كتير، يوسف الشريف كان بيلعب كوره مظبوط. انا بدات في فرقه الثمان سنين مع كابتن فوزي سكوتي، وكريم كان في الفرقه الاصغر مني مع كابتن شط، وبعد كده مسكني كابتن، يعني السنه اللي بعدها كابتن خالد جدالله. خالد جدالله طبعا قعدت معاه سنه، وبعد كده كابتن امين عرابي سنه برضو. بكام شيت؟ لا قبل ما رحت ازاي؟ ما احنا اصلا احنا اعضاء في النادي الاهلي. ايوه اختبارات بقى، دخلت اختبارات. الاول كنت بلعب سباحه في النادي عادي سباحه وما كانش حتى في سني، يعني انا من وانا صغير عايز العب كوره ما كانش في سني. وبعدين عرفنا بالصدفه ان لا في فرق 8 سنين، وكان كابتن فوزي سكوتي، فابويا ودانا واختبارات عادي، اشتريت استماره وعملت الاختبارات واتخذت فتأيدت يعني. وكريم نفس الكلام مع الفرقه الاصغر مني كان كابتن شط. انا لعبت حوالي 3 سنين مثلا او 4 سنين حاجه كده. والله وبعد كده مشيت. يعني انت علاقتك بالكوره ابتدت قبل علاقتك بالفن اصلا؟ طبعا. لا انا في فن يعني ده يعني يعني هو الموضوع 8 سنين المفروض لا انا بستمتع عامه بالكوره اكتر بكتير. يعني انا عايز اقول لك ان انا لما اجي انام على اي فيديوهات او حاجه بالليل تلاقي ماتشات فعلا، فيديوهات مثلا، حاجات برامج على يوتيوب، حاجات ليها علاقه بالكوره، برنامجكو، ابراهيم فايق، ابو معاطي زكي، يعني الناس دي كلها بتفرج عليها قبل ما انام. لازم اشوف الاخبار كلها عامله ازاي.